بهذا الوقت اللي قايمة فيه الأيام علينا حضرتكن إجا ببالكم فجأة تروحوا تمتعوا فؤادكن. أنت شو قصدك بالفؤاد يا شاهين آغا؟ اسم حبيبته معناه فؤاد، يا ريت ما تمسخرت هيك. شو ما كان، كانكم خلصتوا من كل شيء وهلأ إجا وقت العشق تبعكم ما؟ شاهين آغا، يعني أنت مو على بالك تشوفني مبسوط؟ شو يعني هي السعادة تيبي؟ لو سألت عن الشيء اللي بدي إياه كنت قلت لك بتمنى من الله تعيش قد ما بدك تعيش. شوف شاهين آغا، أساساً أنا أختي بتكفيني، لا تجي أنت وتحكي مثلها كمان. صديقي والريس تبعي حط إيده بهذا الموضوع وراح بدون ما يخبرني ولا قالي حبيبتي، وحط إندر بصورة الوضع، وحط أتش كمان بصورة الوضع، حتى جميل صار بصورة الوضع. ليش؟ عن جد ليش؟ لحتى أنا أكون سعيد، وأنت جاي لحتى تقلي عيش هون وخليك تعيس. أنت عيش هون وخليك تعيس. أنا عم أحترق صديقي، أنا رح أطلع قبلك، لا تتأخر بدنا نمشي. ريس بس تسمع لأخت أمينة، إنك استخدمتنا وإنك رتبت شي بالخفة عنا، وهذا شو رح نعمل؟ أنا ما دخلني، أنتوا رح تتقوصوا. تسلم يا ريس. من جهة أولى أونال، ومن جهة تانية كمان رستوم، ومن جهة غير عوني كمان مارت وجميل وساركان، كل هدول ما بيكفوك؟ وهلأ عم تعمل شي بالخفة مشان تيبي وغرامياته. بظن أنت بتعرفني يا شاهين آغا، ما فيني ما أشتغل شي بالخفة، بس هاي المرة عم أشتغل بالخفة كرمال شغلي أنا. وعدت مريم ما عاد اشتغل شي مشاني بخصوص النسوان، صرت اشتغل بقصص غراميات بتخص كل يلي حوالي، وهي برتاح شوي. يعني البنت سوزي والياس هي كمان فينا نعتبرها من أعمالك الخفية هلا؟ وهدول شو اللي علاقة فيهم أنا شاهين آغا؟ يمكن مثل ما قالت أمك، طبعك وسيخ يا خضر. شو يعني إنه أمي أخذتها لوحدها على الغرفة خضر علي؟ قالت إنه بدها تحقق معها عمي. لك هالبنت ضيفة ضيفة يا فهيم، وأساساً هي رح تروح بهاليومين، لشو هالتحقيق والتعذيب بهذا الوقت؟ قلي لا تخاف ما في تعذيب. قلت لي ما في تعذيب. نحن عم نحكي هلأ عن ستك، وكلام ستك بظن أسوأ من التعذيب، ما هيك؟ بس انتي شو اللي بيهمك من ديني حتى عم تسأليني عنه؟ أنا ما بيهمني شو بيكون دينك، ما دخلني أبدا. آمني بأي شي بدك إياه، أنا اللي بيهمني هو ابني. أنا هلأ بتوقع ما يروح ابني على الجنة بهالطريقة، وبعتقد إذا خلاكي تأسلمي وقتها في احتمال كبير يفوت على الجنة، وبهذا الوقت انتي كونك ضيفة عنا عملي اللي عليكي وبتخلص مهمتك. بس ابنك الياس ما طلب مني هذا الشيء من قبل، انتي عم تطلبيه كأنه يعني إذا أنا صرت مسلمة انتي اللي رح تروحي على الجنة؟ شو الفرق بيني وبين ابني؟ صيري مسلمة بالأول ولا تتدخلي بأمور ما بتفهمي فيها، خلي واحد من سلالتنا
على الأقل يضمن إنه يقدر يفوت على الجنة، بلكي بيطلب العفو لكل الباقيين، وإلا أنا ماني مضطرة بنوب أقعد مع أعداء بلدي وساومهم على أي شيء. ماشي، معناتها إذا عملت اللي بدك إياه بقدر أنا والياس نكون مع بعض؟ أيوة. شو قصدك تكونوا مع بعض؟ نكون حبيبين وكمان نتزوج ونعمل عيلة. أنت بتحبيه؟ إيه طبعا. المحبين إذا ما التقوا مع بعضهم بالدنيا أكيد بيلتقوا بالآخرة، ليش مستعجلين؟ التفتوا هلأ على شغلكم وديروا أعمالكم القذرة، وبالآخرة رح تجتمعوا، بلكي وقتها بتحترقوا مع بعضكم. بعمري ما تعرضت لهيك تحقيق، أنا اللي خسرت بهذا التحقيق. تركينا من هذا الحكي. إيه اتفقنا يعني؟ بحكي مع الياس بالأول وبعدين بقلك. أحكي لأشوف، وفيكي تخبريني بالنتيجة بعدين. سوزي؟ نعم. اجيت مبجل وأنا كتير مليت من الكذب اللي عم أكذبه، ممكن تطلعي لفوق مشان ما أضطر كذب؟ أنا كنت طالعة من هون. ماشي ماشي، أنت أهدي، خلص رح لاقي شي كذبة تانية. لا مو ضروري، أنا حكيت مع أونال ورح أروح شوفه. الياس عنده علم بهالشي؟ طبعا. أنا بتشكرك على كل شي. طيب شو صار معك؟ رح تجي مرة تانية؟ أنا وافقت لهي البنت إنه تجي مرة تانية، بس بدها تجي مثل ما أنا بريد. شو يعني مثل ما بتريد؟ مو بصفتي سوزي، بدها تكون صفتي هالمرة سوزان. لو سمحتي. مرحبا عدنان، كيفك؟ منيح اختي مبجل، بس ما فيك تفوتي لجوا. ها لا تدخلني روحي، لا تدخلني، قلي مين دخلت لجوا وبكفي. اختي ما بقدر اقلك مين دخلت لجوا. ليك عدنان، لطفية رح تجي لعندي مشان فستان العرس، ووقتها أنا رح فرجيك. بدي شوف دموعك لما تعرف قدي رح يكلفك. قول شوفي. الأخت مبجل جاية زيارة لعندكن، وقلتلها إنكم مو فاضيين تستقبلوها. مبجل غريبة شي عدنان؟ بأمرك خانو. لكن مين الغريب أختي؟ سوزي ما؟ فوتي مبجل. عدنان تعال. سوزي رح تجي من هداك الجنب، أعطيها مفتاح السيارة. حاضر يا خالو. لو سمحت سلم على لطفية. بيوصل. أنا كتير زعلان مشان أخوك. برأيي لازم تزعل على حالك أنت، أخي دفع ثمن الأخطاء اللي عمله بحياته، لنشوف شو الثمن اللي بدك تدفعه. بتسمع
بسبب الضغط اللي تعرضت له من المؤسسة. ما بقدر أحكي أكتر بخصوص أونال، بس بقدر خلصك من عائلة شاكر بيلي ومن سوزي شخصياً إذا بتحب. برأيك هذا الشيء اللي عم تقوله داود ما فكر فيه كمان، وخضر ما عم يتوقع هيك شيء، وأونال هو اللي خطط لك الهاد؟ شو بتحب تعمل غير هيك؟ أنا رهن إشارتك. كل التعليمات اللي إجتني إني كون تحت أمرك. الأشخاص الموجودين على طاولتي أنا بشوفهم. بدي منك تساوي خطة مشان تقتل داود. بأي وقت وبأي طريقة بدك ينقتل؟ الوقت رح خبرك فيه. وبالنسبة للشكل بدي إياه يرعب الكل حتى يضلوا خايفين. وبالنسبة لأخته؟ إذا كانت موجودة مع أخوها ما في مانع. لهلأ ما قررت، وقت بقلك على الطريقة خبرك برأيي. بإمكانك تروح. ناطرك المساء على العشاء بالفندق رستو. سألتك سؤال واضح من قبل، إذا كنت عامل خطة من شان طاولتي بتمنى تخبرني فيها. وأنا قلت لك ما عندي خطة. لنفترض أنه أخي عمل خطة وقلب أصلان كمان التزم بهي الخطة وما قتل رستم، الياس وخضر رح يبطلوا يقتلوا؟ ولا كتير فارقة معهم خطة أخي؟ ليك السجيلان، أخوك داود حطني إلي بموقف ضعيف قدام الطاولة. لا. وشو هالموقف هاد أونال بيك؟ المسألة كانت إيدي على الطاولة وهلأ صار في 2 ضعاف عليها. مين هنن أونال بيك؟ أنا وإنت قصدك؟ أنا ورستوم. شو إله علاقة؟ يا الماز لو كنت جاي حتى حاكيك أنت كنت حاكيتك بالبيت. لكان خليني أنا أسألك عنه أونال بيك، شو علاقته رستوم؟ مين بإيد رستوم هلأ مارت؟ أنا مين بإيدي يا الماز؟ بعد لك اللي بإيد خضر؟ كل الطاولة 8 أشخاص. طيب أونال بيك، شو الشي اللي حبيت تصوت عليه وعمامي وأنا والبقية رفضناه وما صوتنا لك؟ ما رفضته يا قلب أصلان، بس قلتوا نحن موجودين، قلتوا إنكن ما بتقدروا أبداً تديروا الطاولة بلا ما تتفقوا معنا. وهالشي ماشي على رستو، شو السيء بالموضوع؟ بعدين كيف ممكن يكون رستم هو اللي خطط حتى يقتل أخوه بهاي الطريقة؟ عوني كل الوقت كان عم يكذب. داود بيك بيعرف رستم منيح على الأقل مثلي. رستم ما بيقدر يتحمل الكذب، بالإضافة إنه صار له سنين طويلة عم يتحمل أخوه اللي ما في عقل بنوب. داود بيك، انت خططت مع خضر على كل هالشي اللي صار؟ لا. شو بتفرق معك يعني؟ واضح انه أونال بيك جاي حتى يقلي انه حابب يرجع يصير عدوي من جديد. صح، انا قلت لك هذا الشي، رح نصير اعداء بعد ما ارجع عيش مرة تانية. هالعداوة
رح تستمر فيها غصبا عني وعن خالتي ونال بيك؟ يا قلب أصلان، انت بعتبرك بمثابة ابني الحقيقي، انا بقصد صراع المصالح، لانه داود بيك اسس توازن فظيع على هي الطاولة، وهي ثلاث جبهات اذا ما اتفقت مع بعض البعض ما حدا رح يقدر يشتغل شيء. ما رح يصير اللي بده اياه سي اي اي، بس هنن رح يقعدوا على طاولتك، وما رح يصير اللي رح تقوله لأنه الأغلبية مو معك، وما رح يصير اللي بيقوله خضر كمان، لأنه إذا هالشي صار رستم وإنت رح تعادوا على الأكيد. هاي هي الخطة سجيلان، هاي هي الخطة المهمة والقوية اللي عملها أخوكي. كمان هذا خضر تبعكم سجيلان، التيبي اللي صار له سنين وحيد جمعه بحبه القديم. مثل ما انت قلت، خضر تبعنا ما بيقدر يتحمل اي شيء بيتعلق بالحب، ولانه هو ما تورط فيه حب يساعد صديقه. وين المشكله بالموضوع؟ اذا كسب تيبي بيصير معه ثلاث اصوات، واذا هن صاروا ضد أصوات تحت إيده هيك رح يلحقهم إلكار وإندر فوراً، بصيروا خمسة. إلياس مع خضر بصيروا سبعة. وأنا ليش ما عديتني؟ على الأقل منشان ما تضطر تقطع علاقتك معي، أنت رح تكون طرف محايد، وخضر أكيد خطط لهذا الشيء. خضر فكر بكل شيء وخطط كمان، وانت فهمت كل شي عمله. طيب انت شو هي خطتك أونال بيك؟ لانه اذا ما عندك اي خطة فافضل وضع انك تتفق مع خضر. طبعا هي اخر خطة رح تكون، بس افضل خطة هي خسارتك انت وخسارة خضر كمان. السي اي اي رح تربح مرة تانية. شوف أونال بيك، نحن فقدنا أبونا وبعده فقدنا أمنا وفقدنا يلي منحبهم كمان، لهيك صدقني أرواحنا مو أغلى منه. رستم أنت ما بتعرفه، يا أما بدك تخسر عمامك يا أما بدكن تتفقوا معي، وإلا رستم رح يحاول يقتلك بأقرب فرصة. داود بيك، أتش اللي بغير قميصي ولا شايفه هيك مناسب؟ أه؟ شو رجعت عرقت أغا؟ لا بس بلكي تجعلك أغا. أه؟ برأيي بتغيره وقت نوصل لهنيك مشان ما يتجعلك على الطريق. معك حق، طلع فيني هذا فكرات. أولك رح يخبر أختي بشي؟ أنا نبهته منيح أغا، بس هنن زوج وزوجي. انتظر أنت أتش، انتظر، خلي خضري حل موضوعي بالأول وبعدين بيجي دورك. أنت كمان رح تتزوج، لا تأكل هم. أنا منيح هيك أغا. بدك تبقى هيك عزابي مثل الولد بيناتنا كل العمر؟ أنا جاهز خضر. ماشي تيبي، بس بدنا ننتظر شوي، فخري جاي وبده يخبرني بشي مهم. ماشي خليه يجي معنا، تاخدوا راحتكم مكان اللي رايحين. ولك تيبي
إذا قلعت الدرع الفولاذي تبعك لاقي لك شي قلب فولاذي بداله، وإلا هي الرصاصة رح تجي بنص قلبك. قلبي من زمان مجروح يا شاهين آغا، أساساً نحن رايحين لحتى نعالجه. منيح، أنتوا عملوا عملية القلب المفتوح تبعكن وأنا جاي. يعني شو بده يقول هذا فخري يا آتش؟ رح نقوس على هاد ونقوس هاد وهيك شغلات فاضية. شي مرة بس قولوا للريس تبعكن بدنا نتزوج. عم أحكي غلط يا شاهين آغا؟ شو رح يصير بهدول الشباب؟ المهم إنهم ما يصيروا مثلك، ونحن رح نكون رضيانين بحالتهم. مزبوط 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 يا شاهين آغا، ما بيحس فيني غير الله وأنا وأختي وخضر وأتش والصهر وغيرهم، ما حدا مهتم، وشوي صغيرة صهري فكرات. ايه فخري احكي، عم اسمعك. انا شفت جميل اليوم. مين جميل؟ وهذا الموضوع ما قلت لك عليه، حدا منكم يخبر الصهر ليش ما حكينا له من قبل عن الشغلات يلي صارت؟ لاني ماني قدران اشرح له. عراسي ريس، غمرتني بلطفك، تفضلوا عم بسمعكم. تفضلوا عم اسمعكم لكان، وغمرتني بلطفك، ما هيك يا صهر؟ سكوت سكوت ولك سكوت. اخي كان لازم هالموضوع ينطبق. اذا شايف انه لازم ينطب برأيي ضب اغراضك وروح على امريكا. لك لسه ما حكينا بشي. اي فهمان عليك، وانا هيك قلت كمان. يلا احكي لنا لو سمحت. المهم رئيس، جميل بيكون الزلمة اللي ما قدر يقتل معلم وهبي. يسلموا فخري، خليك عم تحكي بالقصة دائما. شو كذب؟ مو هادي اللي صار؟ شو الزلمة ما له اسم؟ المهم هلا خلينا نرجع للموضوع الأهم. هلا فخري أعطاني كم عنوان نقدر منه نوصل للزلمة، بس كمان قال لي إنه مصر إنه يشوفك. ليش؟ طالما قابلته أنت لشو بده يشوفني؟ عم يقول إنه في حدا منا رح يصل له شيء، لسه ما عارف مين بالضبط، وقال لي إنه هن طلبوا من حدا إنه يصفي المعلم وهبة، وكمان قال لي إنه لازم يعرف مين بده يشوف الرئيس. وليش حاطط الرئيس براسه بقى؟ إذا قدر يعرف شيء خليه يجي معنا على المكان اللي رح نروح عليه، لأنه تيبي ما بينترك هلأ. أي مزبوط، أخي عنده شغل مهم كتير اليوم، هو بده يجمع العشاء. الياس، إذا ما قدرت تجتمع باللي بتحبها فهذا فشلك لحالك أو من جهلك، يعني لأنك مانك عارفان مين بدك تحب. أخي بابا، المعلم إندر مو جاي. طيب كيف رح يجي جميل؟ من سؤال لسؤال، من سؤال لسؤال، خيلتوني. لك فخري، هلأ إذا عرف جميل أي شيء بتجيبه معك، بس مو لجوا، أنا بطلع لبرا وبشوفه. غيره كمان احكي لكم كيف لازم تقتلوا الجماعة. لا يا ريس، أنا والمعلم فخري عملنا جولة وشفناهم، أنت لا تاكل هم. طالما أنكن عاملين جولة وشايفين، ليش ما قتلتوهم كلياتهم فورا؟ ها؟ شو عم تنتظروا؟ تعليمات وأخدتوها مني. وأنا هيك قلت. أنا طلبت منه وحابب شارك بهالعملية شخصيا. وشو السبب بالله؟ انتزع بريستيجك لأنك ما قدرت تقتله؟ وبعدين مع القصة
يا ريس الشمس بلشت تغيب. لك لسه ما غابت عنا يا ديبي. رح نروح رح نروح. تروح روحك. قال عم يلعبوا قمار فوق معلم. خلصنا مو وقت القيل والقال هلا. قلي الزلمة هون ولا لا؟ معلم ما قدرنا نتأكد لأنه إذا حدا شافنا شو رح يصير؟ رح يقوصاك؟ إذا ما انقتل رح يهرب يا إلياس. لا تصعب الموضوع كتير، خلينا نفكر بالحل المناسب هلا. ما في شي بده تفكير، أنا بفوت لجوا. أنا فهمانك معلم وهبي. انت اجيت لهون لحتى تقتل حالك ونحن جايين نقتل الزلمه مو نقتلك لإلك. كل مره منحتاج فيها المعلم اندر ما منلاقي. الحل الوحيد هو التفجير. لحظه اذا القصه على قنبله فانا معي. لك نحن بدنا نقتل شخص واحد مو كل الموجودين. بس انا عم اقول ايه. شو عم تقول يا فخري؟ إلياس قلي بصراحة، في عندك شي حدا ناطرك؟ ليش عم تتفشش بالشباب هيك؟ ايه في، بس انت شو عرفك بالموضوع؟ انا ما بعرف شي بنوب، بس اذا بدك روح ونحنا بنحلها. قال هن بحلوها. سوزي اللي ناطرتك ولا اسراء إلياس؟ لو كانت اسراء ناطرتني يا فهمان ما كنا اتطلقنا يا صهر. لو جبت سوزي لهون كانت هي حلتها وما كنا جادلنا. لا تكبر الموضوع أكتر من حجمه، نحن مافيا وهي عميلة لهيك ما منشتغل مثلهم. المهم أنا رح فوت لجوا هلأ، تمام يا شباب؟ بقوص على شخصين بالأول وأنتوا رح تلحقوني فورا. بتقوصوا يلي ترك الورق بإيده. طيب ممكن شي حدا إيده تعبانة؟ معناتها هذا بالذات ما عنده شي يخسره. أوصوا فورا. ايه المعلم وهبي وين؟ روحتنا يا وهبي روحتنا. شو اللي عم تعمله؟ لو كنت مكانك بأوصوا فورا. جاوبني وينه؟ معلم وهبي إذا رصاصاتك ما جابت نتيجة رح تاكل أنت الرصاصة برأسك. الكل يوقف. يلا اي واحد هو؟ لبرا. يلا بسرعه. Thank you.
إلياس، مو هون. مين اللي قال لك انه هالزلمة هون؟ كان هون، انا متأكد انه هلأ فات لجوا وما طلع بعدها، هاد اللي بعرفه. بس نحن فتنا من الشباك اللي فوق، ما في مخرج غيره. الممر السري. هذا اللي كنت عم حاول قوله، يا ريتكن فهمتوه. إذا كان بدكن تعملوا مداهمة وتطلعوا كسبانين، فلازم تعرفوا على الأقل كم شباك فيه وكم ممر سري وكم باب بالمكان، يا فهمانين. أنا في معي عناوين عطاني إياهن نوزات، يمكن يكون هرب لعند واحد منهن. ماشي معلم فخري، انتوا روحوا دوروا عليه باسطنبول كله، واذا لقيتوا اثر للزلمه خبروني وانا رح اجي. تمام. ووقتها لبينما اوصل حاولوا تعرفوا كم شباك وكم باب فيه، من مطرح ما بيكون هرب. اوكي الياس، رح نروح ندور عليه، وبس نلاقيه منتصل فيك دغري. بس يا ريت ترد على موبايلك، ايه، لانه وقت بتكون مع سوزي بتبطل ترد على الموبايل. تكرم يا صهر. هذا أول يوم، أكيد بتكوني تعبتي، لهيك جبت لك شي تاكلي. أنا أجيت لحتى أسألك إذا محتاجة شي. عذبت حالك كتير، ما كان في داعي. لا لو سمحتي لا تفهميني غلط، أنا ما رح أجي لعندك كل يوم. ما بعرف إذا اشتغل العداد، مع أنه الشباب وعدوني، بس أنا حبيت أتأكد بنفسي حتى ما تتعذبي بهدول الأمور. ايه العداد اشتغل، شكرا لك. بصراحة ما بعرف نوع البيتزا اللي بتحبيها، فجبت كذا نوع لأني ما بعرفك منيح. ليش الكذب؟ أنا حاسة بالجوع، باكل أي شي يعني. ايه منيح، فرحتيني. يلا لكن رح يبردوا. ما في شوكة وسكين، لسه ما فردت. ايه عادي. شكرا كلك زو. امتى ما احتجتيني اتصلي فيني فورا. مارت يسلموا، انت ساعدتني كتير، عم تقدم لي رفقتك، بس رجاءً لا تتوقع مني اكتر من هيك.
ما عم بفهم. يعني إذا كنت عم تنتظر مني أي شيء قلي من هلأ قبل ما أقعد بالبيت، وأنا بضب أغراضي الصبح وبطلع. ليكي إسراء، أنا مو ناطر شي بنوب، بس حبيت إني أكون جنبك بأول يوم إلك بالبيت. إذا فهمتيني غلط بمشي دغري. لا الظاهر أنا عم أتحسس زيادة، بس أنت يبدو ما بتعرف الياس بنوب. إذا عرف إنك هون بيقتلك فورا وأنا وراك. تسمحي لي إني أحكي شي؟ أنت عم تتصرفي كأنكم ما طلقتوا. أنت الحق معك، بس أنا بعرفه منيح للياس. مع الأسف آخر شخص راح قتله ما كان ذنبه أكبر من البيتزا اللي جبتها. تأكد. أنا ما بظن هالشي بيهمه بنوب. صح سوزي ما ماتت، الحق معك. يعني لا كتير تتفائلي. مارت اقعد واحكي لي كل شيء. أمينة خانوم، ليش ما عم تاكلي؟ ما عندي نفس على الأكل يا عمر. أمينة خانوم، في شي ما عم أفهمه. عمي تيبي منعك عن حبك، فليش أنتي هلأ عم تمنعي عن حبه؟ يضرب هو وحبه. لا تخليني أحكي بهالشي على السفرة يا زينة. والله يا أمينة زينو معها حق، البنت عم تحكي مزبوط. بوقتها نحن اللي عيبنا على تيبي كتير لأنه فرقك عن فكرة بيك، وبعد ما تزوجت وفرحنا لك كتير. ليش هلأ أنت عم تكرري نفس غلطه؟ من هداك الوقت ما قدرت أشرح همي لحدا، وهلأ بعد ما مرقوا كل هالسنين كمان ماني قدراني اشرح. القصة مو ما قدرتي، انتي ما بدك تشرحي لحدا. شاركينا هذا السر معك. ما عم تحكي لانه لطفية هون؟ امي خيرية؟ ليش انا ايمتى نقلت حكي؟ شو دخل لطفية؟ لا حرام، البنت بتجنن. اذا مشكلتك فينا لا تواخذينا امينة خانو، بس نحن عن جد ملينا من الكذب يلي عم نسمعه كل يوم. لا يا حبيبي لا، القصة مانا هيك. بالنتيجة الشي اللي عشناه مانو سهل أبدا، بس الحكي عنه بعيشني فيه من جديد. على راحتك، إذا عم بيضايقك لا تحكي عنه، بس على الأقل كملي أكلك. لو ما حكيت ما بنسى يا مريم، لهيك رح أحكي لكم. ممكن نلاقي حل كلياتنا سوا. صح رئيس؟ الست ميليس ما بعرفها كتير، بس
أنا ما فيني قاوم الصوت الحلو، طبعاً مو قد الأكل. لا تضلك عم تاكل بهي الطريقة. تركنا ناكل بهاليوم السعيد إلكار. شو يعني هاليوم السعيد إندار؟ ليش في أسعد من هذا اليوم رئيس؟ ليك ما أحلى هالمناسبة اللي أنت سببها. تاج على الرأس أنت يا شريك. استنى يا تيبي، لسه ما بين شي معنا. خضر، في احتمال انه ما تجي؟ توتر رح يقتلني. اخا، اذا متت هلا فهي مشيئة الله، بس ليش هالتوتر كلياته؟ اصلا وقت تجي لهون رح موت من التوتر. بس هلا الان اذا رح تجي او غيرت رأيها. ايه اذا انا اجيت قونول ما رح تجي يعني؟ شبكن، استنوا دقيقة، ليكني عم اتواصل معه بالرسائل. ها ليك تيبي، عطري عطري. على راسي. قديش؟ الظاهر انه اندر اخذ محلك. هو اللي رح ياكل رصاصة، انا ما عندي مشكلة. شو الاكل؟ ناكل بس انا بنقي. عم يقول رح تاكل رصاصة. لا إلكار، انت اللي بتاكل رصاصة، انا شو دخلني؟ رئيس، ليكن صاروا قدام الباب، فوتون؟ ايه اكيد إندار. يلا أتش، بغير القميص ولا بعده منيح؟ اغا، من بعد هلا ما عاد فيك تغير شيء إلا إذا قدرت تغير قدرك. هالشي مرتبط بطريقة تصرفك. أنا كيف لازم أتصرف يا شريك؟ إنك تكون طري. شو قصدك كون طري؟ اسمع هلا، أنت عرفان بالأخطاء يلي عملتها وقررت إنك تتغير. حتى أنا ما بقدر امنع هذا القرار. طيب واختي؟ ما بتقدر بنوب. ايه يعني لازم كذب عليها. لك خليك معتز بحالك ولو دقيقة واحدة. لا اقدر اعتز بحالي، غيرت اسمي يا خضر. أول ما أشوف جونول تيبي بيروح ومراد بيجي. إيه؟ تمام، مراد هون، هداك طريق أكتر، واعتزلي بحالك.